سيد نجم الكره المصريه والمدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا. كابتن ضياء اهلا بيك منورنا. منور يا هاني، اهلا اخبارك بيك ايه؟ يا حبيبي، ربنا يخليك. اكيد تعادل مفيد بالنسبه لسيراميكا كليوباترا. طبعا مفيد، اي تعادلات بتبقى مفيد. طيب شفت ازاي اللقاء النهارده كابتن ضياء؟ تعادل 1-1، تقدم للاهلي ورد سريع من الزمالك ونقطه لكل فريق. انا يمكن انت امبارح سالتني وقلت لك الفرقتين مش في احسن حاله، ايوه، وكان في نواقص ورجعت وكان في ضغط مباريات، فالتحفظ استمر، يعني في تحفظ شديد يعني من الفرقتين. الريتم بطيء، الريتم كان هادي جدا، يعني مش عايز اقول بطيء، يعني هو هادي لدرجه انه ما فيهوش ضغط من فرقه على فرقه بشكل مستمر طول أيوة. الوقت يعني. فهتلاقيهم تبادلوا الكوره كاستحواذ، هتلاقيهم تبادلوا الاهداف، هتلاقيهم تبادلوا الغلطات، هتلاقي حاجات كلها متعادله يعني، وتحس ان في رضا طبعا انه ما فيش حد عايز يفرق دلوقتي، عايز يسيب الفرق ان هم يخلصوا من ماتشاتهم مع بعض وبعد كده يكملوا بقى مع الفرق الثانيه الصراع نفسه يعني مظبوط. بشكل كبير جدا. فطبعا مهم جدا التفكير في المباراه بيبقى الشكل ازاي. انا من رايي التفكير كان تحفظي من الفرقتين، تحفظي تغييرات كلاسيكيه جدا ما فيهاش اي ريسك بشكل كبير جدا، فكل واحد عايز يحافظ على النتيجه بهذا الشكل، عشان انت عارف الفرقه اللي بتكسب بيبقى في صداع كبير جدا في الناحيه الثانيه كجمهور وك يعني بيبقى في ضغط على بقيه المباريات، فكده مش هيبقى في ضغط، كل واحد هيقول انا ضيعت فرص اكتر والتاني هيقول انا ضيعت فرص اكتر، لكن في النهايه النتيجه تعادل، فيقدروا يلعبوا المباريات اللي جايه في اريحيه، مش هيبقى مستني لا الزمالك مستني ماتش الاهلي ولا الاهلي مستني ماتش الاهلي. رغم ان لو كان حد فيهم كسب كان الى حد كبير هياخد خطوه حلوه قوي لاستمرار الدوري محدش خد كمنفرد الريسك ده، بالصداره. محدش خد انه يعمل الريسك انه يغامر بانه يعمل حاجات تخليه يبقى عايز مكسب بس يعني. محدش خد الريسك ده بشكل كبير جدا. طيب اسالك عن كارتيرون بدايه، لانه شوط اول الزمالك بيقدمه مختلف تماما عن الشوط الاول اللي لعب بيه قمه شهر ابريل اللي انتهت بفوز الاهلي. النهارده كارتيرون تخلى عن تحفظه فهاجم الاهلي فاستحوذ على الكره في الشوط الاول، لعب من غير مهاجم صريح، اي نعم ده ضره في الهدف اللي استقبله، لكن شفت ازاي بس خلاص التغيير؟ انت قلت كده اهو، يعني هو تخلى عن الحذر اللي انت بتقول عليه في 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 10 متر زياده من الملعب، ايوه، لكن قمه الحذر انك في مباراه زي دي تلعب من بدون راس حرب، فده انت يعني مزود عدد نص الملعب، فهيبقى عندك استحواذ بشكل كبير جدا في نص الملعب، فتبقى انت في الامان بشكل كبير جدا، مفيش حاجه خطر، مفيش حاجه هتسمعها على النادي الاهلي بشكل انك تبقى مهدده طول الوقت، مفيش راس حربة يلعب على غلطات الديفنس، مفيش الكلام ده، وده قمه الحذر مش أيوه. قمه انه تحرر، ده انا بشوف ان ده قمه الحذر. قمه الحذر. طبعا. موسيماني، ايه رايك في تغييراته النهارده وايه رايك في مستوى الاهلي بشكل عام، لان دي المباراه الاخيره قبل اللقاء المهم جدا امام سان داونز السبت اللي جاي. طبعا الماتشين في دماغه التغييرات كانت كلاسيكيه بشكل كبير، انا بشوف انه انت اساسا في قصور هجومي منعدم في السرعات، مظبوط، الاجنحه ما مش في احسن حالتها سواء حسين او طه، مش احسن حالتها هجوميا، فالهجوم بيعتمد ما فيش النادي الاهلي عنده مشكله في انه ما فيش سرعات دلوقتي، ما فيش سرعات بتستغل بشكل كبير في الناحيه الهجوميه غير شريف، ايوه، ومش طول الوقت هتبقى شغال على شريف، يعني تخيل لو اليمين والشمال السرعات شغالين، تخيل قفشه هيشتغل كويس، صح، شريف مش هياخد كل السرعات لوحده، الخطوره بدل ما تبقى من شريف بس هتبقى من كل الناس، فعنده مشكله حتى في التغيير، تغيير كلاسيكي بحيث ان الناس مروان يفضل موقف السيرباكين فقط، مفيش برضو سرعات، يمكن صلاح شويه احسن طبعا عملها احسن من طاهر ومن حسين في الجول، لكن هو انت يعني ما تبنيش على كره واحده عملها السوليه، مظبوط، فلازم تكون السرعات موجوده عشان تبني عليها لعبه كده.
كهربا، كهربا كان ممكن يكون له فرصة بدلا من إشراك مروان أو وليد سليمان كابتن ضياء. خد بالك احنا بنتكلم على لعيبه احنا مش شايفينها في التمرين، أيوة مش شايفين حالتها مع مفهوم المدرب، مفهوم. سواء وصلاح او كهربا او اي حد من اللي هم البدلاء يعني. فالتغيير الراجل بيعمله على بناء هو معايش الناس دي في الكادر. وانا لو بتكلمني هقول لك لا ما يديليش الخط الهجومي بهذا الشكل، لكن نعم هو شايف ان ده احسن حاجه في الوقت مفهوم الحالي يعني. مفهوم. لكن احنا كمتابعين الناتج لا مش احسن حاجه، في مش احسن احسن من كده المفروض مفهوم. بكتير يعني. بشكرك كابتن ضياء السيد نجم الكرة المصرية والمدير الفني لسيراميكا كليوباترا وطبعا نجم النادي الأهلي السابق.